السلام عليكم. دلوقتي هنشوف ازاي ابدا ارسم عنصر بالفيل اللي موجود جواه. لو انا دلوقتي قلت له انا عايز ارسم مثلا ريكتانجل اهوت، بدا ياخد الفيل كلر ويبدا يحطه هنا. ممكن لو طلع من غير فيل كلر هتيجي هنا في البرزنتيشن وتقول له فيل، يبدا يظهر معاك بالشكل دوت. خلينا نرسم دايره، تبدأ ترسم بالشكل دوت. ممكن تحدد الدايمتر من قبل ما تبدأ ترسم بحيث تتحط بالشكل دوت. خلينا نزودها. بالشكل دوت اهو. طيب لو انا عايز ابدأ اغير في العناصر ديت، فهاجي هنا change element fill type اللي هي ديت، وبيقول لي الفيل تايب اختار النوع بتاعه، والفيل كلر ممكن اختار بلون العنصر نفسه تمام، او ممكن اقول له جراديت يعني في تدرج لوني، وابدا ادوس كده يبدا يعمل لي التدرج اللوني دوت بالشكل دوت. او ممكن اقول له لا ده انا عايزها بلون الاليمنت نفسه، او ممكن اقول له نعم بس الشكل يبقى مفرغ بالشكل دوت. مجرد ان انا ادوس على الحواف يبدأ ياخد العناصر اللي موجودة هنا. ممكن اضيف الشفية عن طريق ان انا اعمل سيلكت على العنصر وابدأ ادخل هنا في اعدادات الشفية بالشكل دوت. فلو انا عندي عنصر اخر موجود هنا وليكن مثلا السيركل هيت تمام، وعندي مثلا مستطيل تاني هنا، لو عملت سيلكت مثلا على دوت ممكن اغير في درجة الشفافية بتاعتي بالشكل دوت.